خلينا نتكلم بكل امانه ونتكلم بكل صراحه. انا شايف من وجهه نظري، انا اتفرجت على الماتشات، يعني انت بعد طبعا هو رحيل الكابتن طارق العشري، هو رحل عشان رايح النادي المصري بالظبط، وانت توليت المسؤوليه بشكل كامل. انا في اعتقادي الشخصي انا شفت مباريات المستوى الفني كان افضل كاداء من فترات طويله لحرس الحدود. طريقه اللعب اختلفت شويه، احنا عارفين طبعا طريقه الكابتن طارق العشري بتعتمد على نقل الكره باسرع ما يكون في ثلث ملعب الخصم. شفنا كره مختلفه شويه، شفنا بتبدا شويه من تحت، يعني بتبني، شايف ان كمان في طبعا انت بقالك فتره طويله في النادي، بس كان في انسجام واضح ما بينك وبين اللعيبه وشكل الاداء اختلف. ده من وجهه نظري، ايه اللي انت عملته علشان تعمل الجزئيه دي؟ هل غيرت من اسلوب اللعب؟ لان احنا شفنا كوره مختلفه، النتائج ما كانتش وحشه قوي لكن ما ساعدتكش بشكل كبير، لكن ايه اللي عملته مختلف في دورك كمدرب عام ولما توليت المسؤوليه كرجل اول؟ الحمد لله كابتن هاني، انا كنت قريب جدا من اللعيبه، اللعيبه كانت علاقتي بيها قويه جدا، يعني انا كنت اهم فتره بالنسبه لي ان هم، او اهم فكره بالنسبه لي ان هم يصدقوا ان هم يقدروا يلعبوا كوره، يبداوا، لان انا قناعاتي ان اي حاجه ما لهاش بدايه ما لهاش نهايه. لازم تبدا وتطور وتنهي عشان خاطر الشكل العام. انا كده انت ما كنتش مدرب عام، ما كنتش مقتنع بطريقه الكابتن طارق العشري. الكابتن طارق ليه فلسفته طبعا، فلسفته نجح بيها في انديه كتيره جدا، وهو عارف ممكن يكون عنده قناعات معينه مش يعني ساعات كنت بتتكلم معاه طب نحاول نبدا، ولا انت خلاص يعني الموضوع بالنسبه لك بقى ده سيستم وبتسيستم اللعيبه على الكلام ده، ولا حاولت معاه وقت من الاوقات يا كابتن ليه ما نبداش من تحت عندنا قدرات؟ بصراحه ما حاولتش. لان اصلا يعني كابتن طارق هو كان بيجي بجهازه، كمان كابتن طارق كان بيجي معاه جهاز احنا كنا كابناء النادي، كنت انا وكابتن ميكي موجودين، فكنا مكملين معاه وكنا بنساعد طبعا بما يرضي الله طبعا أكيد. وحاولنا طبعا كنا بنقول ارائنا الفنيه في اللعيبه والكلام دوت، طبعا كابتن طارق تفتح الراي الاول والاخير طبعا، انما انا يعني كابتن طارق نجح بطريقته، وهو عنده فلسفه ان معظم المدافعين يعني ما بيعرفوش يبنوا الكوره كويس من تحت وحراس المرمى، فكان بيخاف الكره تقطع كابتن طارق، فبيعمل ريسك كله في الناحيه الثانيه في نص الملعب الثاني زي ما حضرتك قلت. فدي كانت فلسفتي، انا يعني اللعيبه تقدر تبني، وصلت لهم الاحساس. الحمد لله، وهم اقتنعوا تماما وقدروا، وفي لعيبه يعني الحمد لله ظهر بشكل كويس جدا معايا، عشان هم كانوا على ارتباط او في علاقه طيبه ما بينك وما بينهم، وانت خلقت الروح ديت ما بينك وما بينهم. مش عايز اجيب سيره اسماء تانية، بس انت كان في العلاقه ديت شفناها طبعا. اللعيب انا قريب منهم الحمد لله في السن وكده، وفي بعضهم لعبت معاهم في الملعب، يعني الحمد لله عملنا علاقه كويسه، وقعدنا كلنا في مكان واحد بسبب احداث كورونا فتره كبيره جدا، 5 اسابيع قعدنا في مكان واحد كلنا، ما كناش بنتحرك مع بعض. المعسكر معسكر كان كامل يعني، ودي كانت من الحاجات الكويسه اللي عملها مجلس اداره النادي. ان في انديه كتيره في مصر ما عملتش كده، كنا يعني وقفنا يعني اللعيبه كانت قاعده كلها في مكان واحد، كنا على طول اكلنا وشربنا وحياتنا كلها بعض. حصل ارتباط عاطفي كبير جدا بيننا وبين بعض، فلما بيحصل الارتباط العاطفي ده اي معلومه بتقوليها او تقولها للعيب، اللعيب بيتقبلها بسهوله وعايز يقتنع ان هو لعيب كره كويس. فهو اقتنع وصدق فادى بشكل كويس، عملته بشكل كويس بصراحه جدا.